sale loco de contento con su. في هذا الفيديو هنتكلم عن أهم جزئية بعد تنفيذ المشروع وهي الصيانة. الصيانة أهم جزئية تبدأ بعد انتهاء المشروع وتظل قائمة إلى نهاية المشروع أو الاستغناء عن المشروع. الصيانة تعتمد إداريا على الأنشطة اللي هي تحدد للحفاظ على جودة وفعالية المنتج. من جهة أخرى بتعيين وتوجيه من الإدارة اختيار الكفاءات للقيام بالإنجاز إنجاز المهام المتطلبة بكل نشاط. تمام؟ فالكادر الموجود كادر تنفيذي سواء كان من الفنيين أو الآخرين أنه هم عندهم الاستطاعة للقيام بالمهام المتطلبة في الأنشطة اليومية الشهرية إلى آخره. كويس؟ طبعا قياس مدى إنجاز المشروع بشكل كامل يعتمد على استقرار التطبيق والنظام والبنية التحتية حسب حجم المشروع. إذا كان المشروع صغير فأنت استقرار التطبيق فقط، إذا كان حجم المشروع متوسط فأنت التطبيق والنظام، إذا أنت في حالة عندك أكثر من تطبيق. إذا كان ثلاثة المراحل هذه التطبيق والنظام والبنية التحتية إذا كان مشروع ضخم. فالإنجاز هنا يعتمد حسب استقرار الثلاثة المراحل من عمق المنتج، وهذا اللي هو بينعكس دائما على الإدارة في الأنشطة وعلى التنفيذ في المهام. إذا كانت الأماكن هنا مستقرة فالأنشطة والمهام تكون إنجازها مستمر، وبالتالي بينعكس على التطبيق ومدى إضاءتك على الإنجاز.